نفسها بشكل يعني انت مرمي في كل حته، بس اقصد في الاخر الانسان لما بيوصل لمرحله ان العدو قدامه والبحر وراه والعكس. مبدئيا انا سعيد جدا جدا باليوم النهارده، ندوتي في الف غني مليان اراء كويسه قوي يعني روايه، وفي ناس حللت قوي روايه، وكان في مفاجات ان انا حضر شباب بسن 14 و15 انت شفتيهم في القعده، فده معناه ان انا بخاطب سن انا بعتبره من اخطر السنين اللي موجوده في العمر البشري يعني. فانا براود قوي وسعيد جدا، فخور قوي بتقديم الروايه دي على الناس دي. موسى بصير الغزلان بالنسبه لي، والحمد لله نجح اللي حصل، الطبعات اللي حصلت في الروايه، ده بالنسبه لي تاج على راسي يعني. بجد انا سعيد جدا ان الناس تقبلت، ده معناه ان احنا في جيل مختلف. مش قلقان بسببكم، لان الجيل النهارده اللي موجود مش هو الجيل اللي كان قايل نجيب محفوظ وفرج فوده والناس دي خالص. جيل بقى قادر انه يسمع كده، قادر ان هو يفرق. انا بنتي بتقف قدامي تقول لي ليه؟ يعني حبيبي اقعدي عشان الاكل هينزل في رجلك. رجلي ايه يا بابي؟ ده حبيبي في معده وبتاع. ما بقيت اناشي الجيل اللي هو بتاع اللي بنلم بروموشنال حاجات، ويوم القيامه انت في تجري ورانا والحاجات دي، ما بقتش بتاكل معانا. احنا اصبحنا جيل مختلف تماما يا بنتي. دايما الكومنت الاساسي ان انت ازاي ان انت تبتدي تخاطب الانسان والاله، يبتدوا يتكلموا بالطريقه اللي انت اتكلمت بيها، او طرح فكره الشيطان او كده، العبس وما بيسموه يعني، او دايما بيقولوا التخطي الحدود او كسر التابو في المنطقه الالهيه او ده، وده ما بعتبروش اتهام. دي في الاخر دي روايه راجعه لفكر البطل اللي جواها، فهو بيقول اللي بيداخله تماما، اللي هو موجود اوريدي في المجتمع. انا مش بقدم رؤيه دين جديد، انا بقدم رؤيه لحاجه اوريدي موجوده، ريفلكشن، انعكاس لما يحدث. هو الفن عباره عن مراه للي بيحصل. اللي بيخاف ما يكتبش، وانا كتبت خلاص ونزلت في السوق، فانا مش خايف. لا خلاص يعني عندنا مرحله الخوف دي تماما، انا بكتب اللي انا بحس ان انا محتاج اقوله بثقه، ومش متضايق ابدا ان هو يعاكس بعض الافكار اللي عند الناس، لان انا لن ارضي كل الاذواق اللي في الدنيا. في الاخر الديانات السماويه ما ارضتش البشر، فانا متوقع بروايه الناس كلها تنبسط، ده يبقى صعب. ما تخبطش بس كده. قال كانت انت عشان